كان المعروف عند أبو جعفر المنصور أنه ما يمزح بموضوع القتل، إذا قال بقتل شخص انتهى موضوعه، راح يقتله راح يقتله. وكان في شخص عنده مبدأ ثابت في الحياة، وهو أنه ما يتقرب من الحكام أبدا ولا يقرب لهم. هذا الشخص اسمه سفيان الثوري. يوم من الأيام استيقظ أبو جعفر المنصور من النوم وطلب من اللي حواليه أنهم يستدعون له سفيان الثوري. سفيان الثوري ما يحب يوقف عند الملوك أو الخلفاء، فراح رجل من حاشية أبو جعفر المنصور إلى بيت سفيان الثوري، طرق الباب، طلع له سفيان الثوري فقال له إن أمير المؤمنين يدعوك. راح سفيان إلى دار الخلافة ودخل على أبو جعفر المنصور، فقال له أبو جعفر المنصور يا سفيان إنا قررنا أن نوليك القضاء في مدينة كذا. فرفض سفيان الثوري أن يقبل منصب القضاء، فقال له أبو جعفر المنصور إن لم تقبل نقتلك. فقال سفيان افعل ما شئت يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر المنصور حق الغلام أحضر السيف والنطع، طبعا ما عنده مزاح في هذا الموضوع، راح يقتل سفيان. فلما شاف سفيان أن الموضوع جد قال له يا أمير المؤمنين أمهلني إلى الغد وآتيك بلباس القضاء. فقال له أبو جعفر أمهلك إلى الغد. خرج سفيان من أبو جعفر المنصور إلى بيته في نص الليل، جمع أغراضه وهرب بدون لحد يحس وخرج من الكوفة. جاء اليوم الثاني وفي الصباح خرج أبو جعفر المنصور إلى دار الخلافة وبدأ ينتظر سفيان الثوري. تأخر سفيان الثوري لحد ما جاء الظهر، فلما شاف أن سفيان الثوري تأخر قرر أنه يرسل رسول إلى بيت سفيان الثوري يشوفه ليش تأخر، فأرسل له رسول. راح الرسول إلى بيت سفيان الثوري، طرق الباب ما لقى سفيان الثوري، فعرف أن سفيان الثوري هرب من الخليفة، فرجع إلى أبو جعفر المنصور وقال يا أمير المؤمنين هرب. هرب سفيان الثوري إلى اليمن، وكانت النفقة اللي معاه قليلة، خلصت النفقة فقرر أنه يعمل في بستان رجل علشان يأكل. وسفيان الثوري في ذلك الوقت كان مشهور جدا ومعروف في كل البلدان الإسلامية، يعرفون سفيان الثوري لكن ما يعرفون شكله. بعدها أصدر أبو جعفر المنصور تعميم لكل الولايات الإسلامية بضرورة القبض على سفيان الثوري حيا أو ميتا وتسليمه للخليفة. واشتغل سفيان الثوري في بستان رجل لأيام، وبعد أيام دخل عليه صاحب البستان وقال له من أين الرجل؟ فقال له سفيان، فقال له سفيان من الكوفة. فقال له الرجل أيهما أطيب، تمرنا أم تمر الكوفة؟ فقال له سفيان والله ما أكلت تمركم حتى أحكم. فقال له الرجل سبحان الله لما لم تأكل، كل الناس يأكلون من البستان حتى البهائم تأكل. فقال له سفيان لم تأذن لي حتى أكل. فقال له صاحب البستان والله لو كنت سفيان الثوري ما فعلت هذا، وهو ما يدري أصلا أنه سفيان الثوري. طلع الرجل صاحب البستان وجلس مع أصحابه، وكان واحد من أصحابه يعرف سفيان الثوري وشافه، فبدأ يقول لهم سالفة الغلام اللي عنده في المزرعة اللي ما أكل من التمر. فقال واحد من أصدقائه اللي موجودين صف لي الغلام الذي يعمل في المزرعة. فبدأ صاحب المزرعة يوصف سفيان الثوري، فقال الرجل والله هذا سفيان الثوري. فقال له قم لنقبض عليه ونأخذ جائزة الخليفة، يعني أبو جعفر المنصور. بهذا الوقت كان سفيان الثوري أخذ أغراضه وخرج من البستان. وبعدها عمل سفيان عند مجموعة داخل اليمن، وبعد مدة اتهموه بالسرقة أمسكوه وودوه إلى الوالي والي اليمن على هذه التهمة. دخلوا على والي اليمن وجلسوا أمامه، فقال والي اليمن حق سفيان سرقت؟ قال لا والله ما سرقت. قال هم يتهمونك بالسرقة؟ قال تهمة يتهموني بها. فطلب الوالي أن الكل يخرج إلا سفيان يبقى. خرجوا كل الناس، فقال الوالي حق سفيان ما اسمك؟ فقال له سفيان اسمي عبد الله. فقال له الوالي أقسمت عليك أن تخبرني ما اسمك، فكلنا عبيد لله. فقال سفيان اسمي سفيان. فقال ما اسم أبيك؟ قال عبد الله. فقال أقسمت عليك أن تخبرني باسم أبيك، فكل آبائنا عباد لله. فقال له سفيان أنا سفيان ابن سعيد الثوري. فانتفض الوالي وقال له أنت سفيان الثوري الذي فررت من أبي جعفر المنصور؟ فقال له سفيان نعم. فقال له أنت الذي وضع أبو جعفر المنصور جائزة قيمة لمن يأتي بك؟ فقال له سفيان نعم. فقال والي اليمن وكان رجل صالح، قال له يا أبا عبد الله أقم ما شئت في اليمن، فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها. وبعد مدة ما طاب لسفيان أنه يبقى في اليمن، فخرج إلى مكة. وفي موسم الحج قرر أبو جعفر المنصور أنه يحج إلى مكة. وأثناء ما كان أبو جعفر المنصور متوجه إلى مكة جت معلومات بأن سفيان الثوري موجود في الحرم، فأرسل أبو جعفر المنصور الخشابين. الخشابين هم اللي يضعون الخشب للصلب بعد الإعدام، لأن أبو جعفر المنصور قرر أنه يعدم سفيان ويصلبه. وصلت الأخبار إلى سفيان بأن أبو جعفر المنصور قادم في الطريق والخشابين جايين أمامه،
فأحاط العلماء بسفيان الثوري. لما شاف سفيان الثوري إن الوضع خلاص ما في فرار، توجه إلى البيت ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. قال: اللهم أقسم عليك أن لا يدخلها أبو جعفر المنصور. قال هذا الدعاء 3 مرات. توفي أبو جعفر المنصور قبل لا يدخل الحرم، ودخل أبو جعفر المنصور بالنعش محمولا على الأكتاف ليصلى عليه في الحرم، رحم الله سفيان الثوري. لاحظ أن سفيان الثوري كان عنده مبدأ وكان ثابت على مبدأ، كلفه الثبات على هذا المبدأ الكثير، لكن بالنهاية كان جدا ثابت. بغض النظر نتفق أو نختلف مع سفيان الثوري على هذا المبدأ، لكن يجب أن يكون للمسلم مبدأ يكون ثابت عليه ويضحي من أجله. سلام عليكم.